وهو الذي قال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال له عمر إني أخاف أن أكون قد هلكت، فقال له سالم أبو النضر هذا إن كنت تخاف فلا بأس، يعني لست أخاف عليك أن تخاف لكني أخاف عليك ألا تخاف، إن كنت تخاف فلا بأس. عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأباحه جنته أخرجه منها بمعصية واحدة، وأنا وأنت نعصي الله في كل يوم ونتمنى على الله جنته.